مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وأحداث النهار وساعتان لمتابعة أبرز التطورات نبدأها بمتابعة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمركب رشيد، حيث أصدر المجلس بيانا قال فيه إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وجه بسرعة تعقب وضبط المسؤولين عن حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بعرض البحر المتوسط وذلك أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إضافة لتقديمهم لجهات التحقيق. وقد جاء ذلك خلال قيامه بإجراء عدة اتصالات مع الوزراء المعنيين لمتابعة الحادث والوقوف على كافة ملابساته، كما وجه رئيس الوزراء بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ، مشددا على توفير كامل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للناجين من الحادث. في هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إرسال مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وذلك لمجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، تمهيدا لمناقشته وإقراره خلال دورة الانعقاد الجديدة لمجلس النواب والتي ستبدأ مطلع الشهر المقبل. مشروع القانون يتضمن فرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه المساهمة في عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات أو جماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، وهو ما سيعمل على الحد من آثار هذه الظاهرة وانتشارها. في السياق ذاته وقبالة سواحل مدينة رشيد تتواصل الجهود لإنقاذ أي ناجين محتملين من غرق مركب الهجرة غير الشرعية وذلك بعد أن تم إنقاذ 163 شخصا إضافة لانتشال 42 جثة جرى نقلها إلى مستشفيات لتحديد هويات أصحابها وذلك تمهيدا للتواصل مع ذويهم. نتابع المزيد من التفاصيل. ما المنتظر من ذلك المركب المتهالك وهو في عرض البحر حاملا على متنه 300 شخص سوى أن يغرق؟ وهو ما حدث بالفعل. غرق المركب في عرض البحر المتوسط قرب محافظة البحيرة ومعه ما يقرب من ربع ركابه، ولا يزال البحث جاريا عن جثث أخرى. هذه ليست أول حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية، لكن أحمد درويش أحد الناجين من تلك الكارثة لم يكن لديه حل آخر. الدنيا غلت على يعني على المرتبات اللي قطاع خاصه وكده. انت عندك كام سنه؟ انا عندي خلاص فاضل سنتين ويبقى عندي 30 سنه. انت زوج؟ لا لا، امال انا كنت عايز اسافر ليه؟ عشان لو قعدت هنا 100 سنه ما كنتش هعرف اعمل شقه ولا اتجوز. يعني ده اكبر دافع التزامي خلى الواحد بيفكر في السفر. قلت يعني الواحد اتعب 5 سنين في السفر وكده وارتاح بيت عمري. مشاركة القوات المسلحة في إحباط تلك المحاولة للهجرة غير الشرعية لم تكن الأولى، فالقوات البحرية أحبطت محاولة 294 فرداً آخرين شمال العالمين كانوا يحاولون الهجرة أيضاً، ومن قبلهما نحو 4450 شاباً من جنسيات مختلفة. وعلى الرغم من جهود القوات المسلحة وجهود التوعية في وسائل الإعلام، فلا يزال الشباب يصر على الهجرة بطرق غير شرعية بحثاً عن لقمة العيش، وهو ما تحاول الدولة جاهدة مكافحته عندما أقرت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في نوفمبر الماضي الذي لا يزال قيد الدراسة من جانب البرلمان. وهو ما ألمح له أيضاً الرئيس السيسي في كلمته أمام جلسة حول قضية اللاجئين والمهاجرين على هامش الدورة 71 للأمم المتحدة. عززت مصر من جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب وإعادة تأهيل راغبي الهجرة والتعامل مع التحديات التي يواجهونها، كل ذلك بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها قوات الأمن والقوات المسلحة لتأمين الحدود البرية والبحرية وإحباط محاولات تهريب المهاجرين والقبض على العصابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. قضية الهجرة غير الشرعية لم تعد تؤرق مصر وحدها بل العالم أجمع، فبحسب الأمم المتحدة هناك أكثر من 35 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا هذا العام، معظمهم من ليبيا، غرق منهم أكثر من 1600 في أول 4 أشهر من هذا العام، ويتراوح سعر تذكرة الهجرة غير الشرعية بين 1,000 إلى 10,000 دولار أمريكي. هؤلاء من عرضوا حياتهم للخطر، إذا بحثوا داخل وطنهم بصدق عن فرصة عمل
ربما كانوا وجدوها كاللاجئين السوريين الذين تركوا أرضهم التي دمرتها الحرب وجاءوا لمصر. شيرين مجدي، النهار اليوم. لمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ كمال ريان، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، يعني بداية نتحدث عن تفاصيل أكثر فيما يتعلق ببيان مجلس الوزراء اليوم وما يتعلق تحديدا بمشروع القانون. ما هو المتوقع كخطوة تالية؟ صحيح ترتبط بالبرلمان ولكنها أيضا ترتبط بإرادة الدولة في خطوة حاسمة في هذا الملف. يعني هو بيان طبعا مجلس الوزراء بالامس كان شامل على عده محاور، اولها طبعا هو عرض للاتصالات اللي اجراها رئيس الوزراء مع الجهات المعنيه والوزراء المعنيين لمتابعه الحادث والوقوف على ملابساته. ايضا تحدث عن الاجراءات اللي تم اتخاذها سواء في عمليات البحث والانقاذ وتوفير الرعايه الصحيه. ثم تحدث البيان عن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب في دورات ممثله والخاص بمكافحه الهجره غير الشرعيه وتهديد المهاجرين، واشار الى ان القانون هيكون فيه عقوبات رادعه على كل من يتورط في هذا العمل، وخاصه ان المعروف الان ان عمليات الهجره غير الشرعيه اصبحت لها عصابات منظمه وتشكيلات منظمه متورطه فيها، وهذا هذه الظاهره اصبحت تؤرق العالم كله بما في ذلك طبعا مصر. ويمكن تابعنا كيف خصصت الامم المتحده جلسه لمناقشه هذه الظاهره ان اصبحت تؤرق العالم. الحقيقه مكافحه الهجره غير الشرعيه لو تحدثنا عن مصر احنا عندنا اكثر من محور. المحور الاول هو اللي تحدث عنه بيان مجلس الوزراء في الامس، وهو المحور التشريعي اللي يكون في قانون رادع وعقوبات رادعه لمن يتورط فيها من العقوبات اللي هي خاصه بالتهريب. الحاجه الثانيه ويمكن ده اللي حضرتك شرحته دي ليس فقط اصدار قانون، لكن المهم هو تنفيذ القانون وان تكون هناك اليات بعد صدور القانون لمجلس النواب لتنفيذه. طبعا سواء وزاره الداخليه او الجهات المعنيه الاخرى اللي هي تتعقب هذه العصابات وتقدمها للمحاكمه. الى جانب الناحيه التشريعيه والناحيه الامنيه هناك نواحي اخرى مواجهه الهجره غير الشرعيه، اهمها طبعا ان احنا يكون في توعيه للشباب، يكون في توعيه ان مصر الان فيها مشروعات بتنفذ. يمكن طبعا ان شاء الله هتبان نتائجها بشكل اكبر خلال الفتره المقبله، فيها فرص للعمل، احنا عندنا مشروعات طموحه، لكن المهم هو ان يقتنع الشباب بالعمل في مصر وليس خارجها، والحقيقه ده محتاج يعني توعيه ومحتاج دور من كل الاجهزه بما في ذلك طبعا اجهزه الاعلام. أستاذ كمال، يعني سؤال يتكرر مع هذه الحوادث المتكررة مرتبط بنقطة التوعية التي تتحدث عنها، يعني مقابل سعر ركوب مراكب الموت هذه يتساءل كثيرون، يعني هذه المبالغ الكبيرة كان يمكن للشباب البدء بمشروع ربما حتى ولو صغير داخل البلاد لتجنب هذه الاحتمالية، يعني إما الموت أو القبض عليه في جهة وصوله. لماذا رغم الحوادث المتكررة ورغم الدروس التي كان من المفترض أن تكون مستفادة ورغم المبالغ الطائلة يكون الاختيار هو الأسوأ دائما؟ نعم، هو بالفعل يعني للأسف عصابات التهريب بتقنع الشباب وتدع أحلام الشباب فيما يتعلق بالعثراء السريع والحياة في دول أوروبا طبعا يعني، لكن يعني يمكن ما بيبقاش الشباب امام هذا الحلم، ما بيبقاش شايف الاخطار اللي ممكن يواجهها ليس فقط في عرض البحر، لكن ايضا حتى لما بيروحوا دول اوروبا بتكون طبعا يعني دخول غير قانوني، ما فيش اقامات، في مطارده، فطبعا يعني احنا محتاجين نوعي الشباب ان ليس الامر كما تصور لهم عصابات التهريب وهذه التشكيلات ان هم بتداعب احلام الثراء السريع لديهم، لا الموضوع مش بهذا الشكل. واعتقد ان احنا محتاجين بالفعل نوعي الشباب ان عملهم داخل بلدهم في المشروعات الموجوده داخل بلدهم افضل كثيرا، افضل من ناحيه الحفاظ على حياتهم وافضل من ناحيه ان هم موجودين بشكل يعني مطابق ليهم. فطبعا احنا محتاجين الكثير من الوعي، وان احنا ايضا نسلط الضوء على فرص العمل اللي ممكن تتوفر لهم من المشروعات داخل مصر، ومن خلال حتى لو هم يعملوا عمل خاص محتاجين ايضا دور للاجهزه المعنيه بالمشروعات الصغيره والمتوسطه انها توصل للشباب في كل مكان وتقنعهم بفرص العمل وان هم يعملوا مشروعات داخل مصر افضل كثيرا من المخاطره بحياتهم. نعم،
أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. ملف آخر مرتبط بما أننا كنا نتحدث عن عرض مشروع القانون على مجلس النواب، فقد دعا رئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب بدءا من الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر للانعقاد في الساعة 12 ظهرا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية في عدد اليوم. أيضا اعتمدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، اعتمدت الشكل النهائي لكراسات الشروط الخاصة بالأراضي التي ستطرح في المزادات العلنية خلال شهر أكتوبر القادم. هذه الأراضي تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 19500 فدان، وتنفيذا لمبدأ طرح كل الأراضي المستردة لكل المصريين في مزادات علنية. وقد أكدت اللجنة في بيان لها اليوم أن من ضمن المساحات التي يتم طرحها في هذا المزاد العلني الذي ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية ما بين 3 إلى 5 أكتوبر القادم هو بيع 16 قطعة في منطقة غرب المراشدة بقنا، وكذلك المزاد الذي سيبدأ في 10 أكتوبر لطرح 103 قطعة في منطقة جنوب وادي النطرون، وقد تم استردادها من إحدى الشركات. لمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. تحياتي دكتور مدحت. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني ونحن نتحدث عن استمرار هذه المزادات ربطا بما تم استرداده من أراضي خاصة بالدولة، وربطا بإعادة توزيع هذه الأراضي بسعرها الحقيقي، رؤيتكم لما تم الإعلان عنه حتى هذه اللحظة حتى من مزادات جديدة؟ هي خطوات جادة طبعا في اتجاه استعادة أموال الشعب المنهوبة على مدار سنوات سابقة. احنا محتاجين بس يبقى في نوع من الشفافية في إيرادات هذه المزادات التي تتم بالفعل وتوظيفها من الحكومة في أي مجال، ودي نقطة مهمة لأن بالتأكيد ده جزء ما كانش مطروح من ضمن الموازنة العامة للدولة حتى نستطيع أن نوعي الشعب أن هذه الأموال تذهب مرة أخرى إلى الشعب وتعود إليه مرة أخرى في أماكنها الحقيقية. وبرضه بيوضح بأن هناك إرادة سياسية لدى السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية لمكافحة الفساد، محتاجين أن تتواءم مع الحكومة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي نص عليها في عام 2014 وحتى الآن لم تفعل. واحنا شفنا طبعا ملف القمح قاعد في البرلمان بدور كبير، وكان لي الشرف اني اكون صحيح احد من شاركوا في هذا الامر، بالاضافه اني تبنيت الامر منذ البدايه في 2006 لبيان العجز تقدمت به. شفنا مليارات اهدرت على مدار العامين السابقين، وبالتاكيد لولا ان يكون انه كانت هناك اراده سياسيه للرئاسه او رئيس الجمهوريه ما كناش قدرنا نحقق اللي احنا حققناه، ولكن استطعنا خلال 30 يوم فقط أن نكشف للجميع ملف الفساد حاشد المنافذ والأبواب الخلفية للفساد والتربح بعشرات المليارات. وده أعتقد بيان واضح للجميع وللحكومة وللجهات القضية بضرورة كشف هذه المنافذ بشكل عام، لأن ده مش الملف الوحيد، لدينا عدة ملفات سنبدأ فيها إن شاء الله مع دور الانعقاد الخاص. دكتور مدحت، بما أنك تحدثت عن مسألة يعني ضرورة الشفافية في التعامل مع مسألة إيرادات هذه الأراضي التي يتم إعادة بيعها بعد استردادها، يعني هناك فيما يتعلق بمسألة الجدوى الاقتصادية، البعض طرح حتى مسألة دور للدولة أو دور للجنة في تقنين
هذه الأراضي الخاصة المرتبطة بالزراعة في فكرة مساحات مجمعة ربما كانت مخصصة بالأساس لمحاصيل بعينها، وفكرة الاشتراط على من يعيد الشراء مرة أخرى أن يلتزم بهذا إما في إطار جدوى اقتصادية أو في إطار جدوى زراعية في أولويات الدولة. برأيك هل هذا فقط هو يعني أحد النقاط التي يجب التركيز عليها إضافة لنقطة الشفافية اللي حضرتك تحدثت بها؟ هو النقطة اللي حضرتك أشار فيها هي يعني خلينا أقول مش بس فقط في أن أنا بعمل مجموعة أراضي أسفها أو استرددها من وضع اليد أو من يعني حصل عليها بشكل غير شرعي بأموال زهيدة، لكن خلينا أقول بشكل عام نحن نحتاج إلى استراتيجية واضحة للزراعة في مصر بشكل عام، وده بيتوافق طبقا لطبيعة المناخ في كل منطقة من المناطق والموارد المائية المتوفرة في هذه المنطقة وصلاحية الأراضي والتربة في هذه المنطقة لزراعة أنواع من المحاصيل بعينها. دي خريطة كاملة يجب أن تكون متواجدة لدى وزارة الزراعة، وكان لنا مناقشة في اللجنة الاقتصادية في هذا الأمر في الدور الانعقاد الأول، وأعتقد أن هذا مطلب أساسي من السيد وزير الزراعة، لان احنا ما ينفعش نفضل اي حد بيزرع اي حاجه دون اي نوع من انواع التخصيص لانواع المحاصيل اللي ممكن تزرع في منطقه دون الاخرى، لانه فكره هو الموضوع ما يقتصرش فقط على مجموعه الاراضي اللي تم استغلالها مفهوم بطبيعه الحال، بس ربما فكره التعامل مع ما افسده الدهر في فترات سابقه واوضاع قائمه على الارض يكون اصعب ربما من اراضي يتم يعني البدء فيها منذ البدايه، وبالتالي يكون ايسر يعني ان تكون هذه خطوه على اعتبار ان المساحات محدوده مقارنه بما تم افساده بالفعل. هو حضرتك بس عشان اكون واقعي برضه، يعني ما ينفعش ان انا كل المنطقه المحيطه مثلا ب 20 او 30 فدان موجودين انا استرددتهم وحبيعهم، كل منطقه المحيطه بتزرع اي نوع من انواع المحاصيل اللي هي عايزاه، وده بالذات ألزمه انه يزرع نوع محصول او اثنين او ثلاثه معين. ده مش هيبقى في نوع من المساواه، انما انا شايف ان البديهي لاي دوله من دول العالم المتحضره والمتقدمه انها تضع خريطه زراعيه كامله لاراضيها، وبناء عليه بيلتزم كل من داخل هذا النطاق بانه بيزرع في اطار هذه الخريطه الزراعيه، ولكن الخريطه الزراعيه ما بتعنيش ان انا احجمه في محصول واحد، مفهوم عنده مجموعه بدائل طبقا للجدول الاقتصاديه في وقتها. بالظبط. طيب بما انه يعني الاسبوع القادم يبدا دور الانعقاد الثاني، ما هي الاولويات بالنسبه للبرلمان والاولويات بالنسبه لكم ايضا في اللجنه الاقتصاديه؟ طيب خليني اتكلم هنا باسم اللجنه الاقتصاديه واسم تكتل الاراده المصريه، احنا كان لينا دور فاعل المرحله الاولى، احنا كان على يعني احد ابرز الموضوعات اللي كنا تبنيناها بالفعل كان موضوع فساد القمح، ويمكن كان حتى في لجنه تقصي الحقائق كنا لنا ثلاث اعضاء فاعلين، النائب ياسر عمر شيبه والنائب جلال عواره وانا شخصيا. احنا كلينا موضوعات اخرى اشتغلنا فيها بما فيها حتى قضيه تجيني، وكلينا تمثيل خارجي مع البرلمان في الوقت البرلماني، وكان ليه دور فاعل بالفعل. طيب هنتقل بقى الى دور الانعقاد القادم، اللجنه الاقتصاديه بتتبنى في البدايه لجنه تقصي حقائق في موضوع الصناديق الخاصه، ودي خلينا اقول بقى معنى ادق الحسابات الخاصه والصناديق الخاصه. وده بيحتاج طبعا منا مجهود كبير، احنا ابتدينا فعلا نجمع معلومات، وانا شخصيا جمعت معلومات عن هذه الصناديق موثقه، والمفروض ان احنا كنا تقدمنا في نهايه دور الانعقاد السابق او مع نهايته بطلب تشكيل لجنه تقصي حقائق، ولكن لم تطرح في جلسه عامه، وبالتالي سقط هذا الطلب مع نهايه دور الانعقاد. هنبدا في اعطاء طلب جديد مع بدايه دور الانعقاد القادم. بالنسبه لتكتل الاراده المصريه لدينا عده مشروعات قوانين هيبقى على راسها قانون حمايه المبلغين والشهود، وده لمسناه بقوه في مشكله الفساد او في مواجهه الفساد، ان كثير من المواطنين اللي بيبقى لديهم بالفعل معلومات ووثائق عن موضوعات فساد بعينها لا يستطيع تقديم هذا الطلب خوفا من البطش به، يا اما بتصرف جنائي ضده او تعسف وظيفي بفصله او رفضه من الوظيفه، وده احد البرامج او المفروض يعني البرامج اللي هي برامج حمايه المبلغين والشهود اللي بتكون نابعه او منبثقه من القانون.
فده هيبقى اول مشروع قانون ان شاء الله هنتقدم بيه. اللي بعده يمكن احنا تحدثنا عنه الان وهو الشفافيه وحريه تداول المعلومات، وده الى حد كبير القانون بنحطه الملامح الاخيره دي حتى نتقدم بمشروع القانون ايضا في دور الانعقاد القانوني. الحقيقة دكتور مدحت يعني تبدو هذه أخبار سارة بالنسبة للمواطن المصري، أولا بسبب الصدى الذي أحدثته لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفساد القمح، وثانيا بسبب يعني الملف الذي يحمل عنوانا شائكا، فكرة الصناديق الخاصة فتحت منذ الثورة منذ 25 يناير بزوايا عديدة وبمستويات مختلفة ما بين التهوين والتهويل. أعتقد أن الناس تعلق كثيرا من الأمال على لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، وهذه المليارات اللي يمكن أن يتم الحديث عنها رسميا هذه المرة. إن شاء الله هيبقى في نتائج، بس لازم أوضح للمشاهد أن الصناديق الخاصة لأن البعض زي ما حضرتك تفضلت البعض بيهول والبعض بيهول، أنا لازم نوضح للمشاهد أن الصناديق الخاصة اللي احنا نتحدث عنها أو الحسابات الخاصة لا تعني بالمرة صناديق الزمالة للعاملين اللي بيدفعوها من مرتباتهم أو أجورهم، لأن البعض حاول يروج لأن الدولة كده عايزة تسيطر على صناديق الزمالة والأموال اللي دفعتوها من أجوركم لأنكم تحوزوا بمعاش تكميلي أو خلافه، ده طبعا ليس لنا علاقة فيه بالمرة. نحن نتحدث عن صناديق بيتم فعلا دفع المبالغ الموجودة فيها من المواطن نظير خدمة معينة ولا تخصص هذه الخدمة ده على سبيل المثال وليس الحصر. بالإضافة أن البعض تحدث أن حسابات الخاصة بتعني أن حسابات زي هيئة البترول أو حسابات زي يعني جهات مختلفة اللي هي ليها حسابات بنوصفها بأنها حسابات أو موازنات، في النهاية بتبقى موازنات تجارية بمعنى أنها بتخصص أرباحها لتنمية النشاط الاقتصادي ديها يعني. وهذا أيضا ليس الهدف، لكن الهدف هنا حسابات خاصة فتحت أيضا من أموال بتبقى موارد ميزانية أو بتخصص من الشعب النظير خدمات بعينها وبتفتح لها حسابات خاصة. الحسابات الخاصة هنا طبقا للقانون يجب أن تكون جميعها في البنك المركزي في الحساب الموحد وليس في حسابات بنوك خاصة فرعية. يعني أنا حبيت بس أشرح علشان هناك تهويل مفهوم، وأعتقد يعني دكتور مدحت أن هناك المزيد من التفاصيل اللي ستحتاجوا يعني الخوض فيها، أولويات الجهات اللي سيتم التعامل معها، المحافظات، يعني أعتقد هناك تفاصيل كثيرة ستحتاج ربما لأن تكون ضيفا عزيزا لدينا في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.